بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. أنا النقيب إياد سعود الديك من مرتبات الكلية الجوية، وأعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وانضمامي إلى الجيش الحر كتيبة خالد بن الوليد، وذلك وذلك بسبب القمع والقتل الذي تمارسه عصابة الأسد من الجيش والأمن والشبيحة، ومنع للصلاة ورفع الأذان في مدينة الرستن وغيرها من المدن السورية. وأني أدعو كافة ضباط وصف ضباط وأفراد الجيش السوري الانشقاق عنه والانضمام إلى الجيش الحر، وأني أعاهد الشعب السوري البطل بأن نبقى العين الساهرة واليد القادحة على الزناد حتى تحقيق النصر أو الشهادة. عشتم وعاشت سوريا حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.